العكس من بعد الانتظار قرر عن نفسي بنفسي ايدي اخد قرار اخلق من حزني ويأسي من حبس الانكسار كسر حيطاني وشمس تضوي عني المدار عم يبدا العد العكس لا عمر وشكل جديد لا بكرة يقرر عني ولا قدر اللي بيريد لا اشكي الحظ طال ولا هالقلب الوحيد غرق زوايا أمسي يا هالجرح العميد وبعيش حياتي لأول مرة حلوة وسعيدة مجنونة حرة لو حأرسلها معبود بدك تشتغل من غير ما تغيري ثيابك؟ مش مشكل، الظاهر اخذتهم مع البيت ونسيتهم. تحبي القهوه؟ اذا بتشربيني بشرب. معبود؟ العمر لك استاذ. انت شو عم تعملي بهالغراض؟ معبود اجت تساعدني بالمطبخ. الله يرحم ترابها للستنايا، والله كسرت لي ظهري. الله يكون معك يا استاذ عاصم. معبود قهوتك بسكر ولا بلا سكر؟ بعدين بشربها. لو سمحت يا فندم، ممكن نتكلم معك في موضوع؟ خير. نايا كلمتني النهارده الصبح. ايه؟ ناوي اتهاجر ولا ايه؟ عايزه فلوس. فلوس؟ 5000 دولار. مش مهم كام يعني، بس هي ما قالتلكيش عايزاهم ليه؟ لا والله ما قالتليش، وانا كمان ما سالتهاش، بس هي قالت لي ان هي عايزاهم ضروري جدا. وقالت لي كمان ان في واحد اسمه هشام هيعدي على الشركه النهارده الظهر ياخدهم مني. مين بسلامته هشام ده؟ معرفش، هي قالت لي ان هو بيشتغل مساعد طيار. وانت عملتي ايه؟ رحت البنك وسحبتهم من حسابي. اتجننتي؟ دي ازاي تعملي كده؟ طب اعمل ايه بس يا فندم؟ هي طلبت مني ان انا اخصمهم من نسبتها في المشروع، وحضرتك عارف ان الموضوع ده هيطول، فقلت اختصرها يعني، وبعدين هي هتديهم لي مش هتاكلهم عليا. يعني هي لجأت لي، اعمل ايه؟ اصدها؟ ايه بس ازاي مبلغ زي ده هتدوه لواحد ما تعرفوش؟ لا لا لا، ما هي طلبت مني ان انا امضيه على وصل. بسم الله ما شاء الله، انتوا الاثنين اذكى من بعض. ليه؟ فلوس ترجع تاني لحسابك وما تعمليش كده تاني، مفهوم؟ ونايا يا فندم، انا هتصرف، بس لما يوصل بقى بحضرته الاستاذ هشام خليني اشوفه، ما لازم اعرف الفلوس دي هتروح فين ولمين. يعني انت اللي هتدي له الفلوس؟ والله لو ارتحت له حد عمره. ايوه بس ده من طرف نايا. ان شاء الله يكون من طرفك. طب ممكن اتكلم في موضوع ما يخصنيش؟ اتفضلي يا حشريه. بص يا فندم، هي قاعده اذا وجدت مشكله او سوء تفاهم او فتنه ابحث عنه. عايزه تقولي ايه؟ نايا ملهاش حد يا فندم. لما تكوني عايزه فلوس المفروض تطلبيها مني على طول. انت فاهمه ولا لا؟ شو قالت لك انجي؟
مش ده موضوعنا. انت ما طلبتيش مني الفلوس ليه على طول؟ مش فارقه يا استاذ كريم، ما هي كل مصاري الشركه. لا تفرق كتير، في فرق انك تكوني محتاجه فلوس وما تكلمينيش على طول، وتكلمي انجي وتطلبي منها الفلوس، بقيتي زي اي موظفه محتاجه سلفه من الشركه. مش هو تعليماتك يا حضره المدير؟ مش انت اللي قلت لي لو عايزه حاجه مني ابقي اطلبيها من انجي؟ انت فين؟ طفشانه منك ومن زنونك. طب بمناسبه بقى زنوني، يطلع مين هشام ده؟ ما دخلك. مظبوط دخلك، انا ليش حكيت مع انجي وطلبت منه مصاري وعذبت حالي؟ ما كنت حكيت دغري مع سليم، كان امل لي اياهم بسرعه وعلى قلبه مثل العسل. وحشتيني، وحشني جنانك، وحشتني غلاستك. عارفه الحياه بقت ممله وانت مش موجوده فيها. ناي عشان خاطري، ارجعي بقى وكفايه جنان. لازم ابعد شوي، انا ضروري كل واحدة. بس بليز لازم يتأمن المبلغ، ما تسألني ليش. حبيبتي اطلبي عمري كله ومش هسألك ليه. أنا لازم أسكر هلأ وبقى بنحكي بعدين. مالك انت الحلوه، كيفك منال؟ الحمد لله. فيش الحال، شو الطقس الحلو؟ كيفك مستر عاصم؟ اهلين مدام، تشرفنا. يعني كنت مرقه من هون، قلت بشرب فنجان قهوه. انه يعني بتطمن على الشغل كيف صار، عم تعبك معي ما هيك؟ طوله بالشغل؟ لا 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 استاذ، دقيقتين وبخلص. ما كونش الوقت مش مناسب يعني. لا 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 ابدا، كل الاوقات مناسبه. شهد نورتي حبيبتي منال. يلا دقيقتين والقهوه بتكون جاهزه. ميرسي. طمنيني عنك ان شاء الله. كيفك انت؟ منيح؟ تمام الحمد لله. مرحبا. نعم. دوموزيل انجي؟ مين؟ انا؟ لا ايوه انا انجي. اكيد؟ والله انا انجي. انا هشام. قول والله. والله هي عملك مصدقة؟ لا هيدي حاجة تتصدق. تفضل تفضل. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ميرسي. تحب تشرب ايه؟ يعني قهوه، شاي، نسكافيه، كركديه، شربات، عندنا كل حاجه. يا اللي بدك اياه. اللي بدي اياه. حلوه اللهجه بتاعتكم قوي. ابعت لي اتنين قهوه ولا تشرب حاجه تانية؟ لا لا القهوه كتير منيحه. منيح خلاص، اتنين قهوه. على فكرة نهاية كلمتني كتير قوي عنك. ايوه كمان حكيت نقلي عنك. قول والله. عن جد؟ قالت لك ايه؟ كل خير. بس؟ على فكرة أنا برضه بلغت أستاذ كريم عنك وعشان الموضوع يعني بتاع نهاية، وهو طلب يقابل. ايوه وأنا هون. أستاذ كريم، أستاذ هشام وصل. أوكي. اتفضل. تفضل. ميرسي. مرحبا استاذ. اهلا وسهلا. اهلا اهلا يا شيخ. اهلا بيك. ميرسي. اهلا فيك استاذ. تفضل تفضل. اهلا وسهلا. تفضل. انجي شفت الاستاذ هشام يشرب ايه؟ القهوه زمانها جايه يا فندم. طيب اوكي. انا في مكتبي، لو حضرتك محتاج اي حاجه ابقى ناديني. عن اذنكم. اهلا وسهلا. اهلا اهلا. ميرسي. اهلا فيك استاذ. هو حضرتك بقى قريب الأنسة نايا ولا؟ لا
هي بتكون قريبة صاحبي. اه يعني معرفة. ايه امبارح تعرفت عليها. امبارح بس. جربت قبل كذا مرة بس ما ساقبت، يعني الظروف ما كانت تسمح. اه ما هي تسمح ازاي يعني، ما اصلية القاهرة مدينة كبيرة جدا. صعب يعني. لا انا ما تعرفت عليها بالقاهرة. ما هي اكيد مش موجودة في القاهرة طبعا، لان هي دلوقتي في فترة اجازة يعني. اجازة؟ اي اجازة؟ المعترة بتقضي نهار على الطريق كرمال تروح تطمن على امها وتهتم فيها. هي والدتها لا سمح الله مريضة؟ يعني فيك تقول اما دنايا ما بتقشع، كفيفة وعايشة باسكندرية مع خالتها. تحاول القوة الا بالله. طب ليه نايا ما كلمتش في حاجة زي كده؟ كنا على الاقل نعمل اي حاجة، حتى عيب. ما بعرف، في ناس بتكون نفسهم كبيرة فما بحبوا يتعبوا العالم بمشاكلهم. عندك حق، وهي نايا كمان من النوعية دي. بس يعني لازم الشركة تقوم بالواجب معاها. والله يا ريت كل الناس مثلك استاذ. بس هي في مشكلة صغيرة، هنوصلها ازاي؟ البيت ما بضيع يعني، هي انتو صلوا في اكتب لك العنوان مع شوية اشارات. مرسي كتير استاذ كريم. استاذ هشام شرفت الشركة. والله انا اللي قلي الشرف اني تعرفت عليك. الشركة شركتك في اي وقت. ها حبيبي مع السلامة. المحاسب منتظر، المبلغ موجود هناك، هتقولي لي بس. كلك زود. مع السلامة. استاذ هشام. نعم استاذ. ليه طلب عندك؟ تفضل. يعني يا ريت ما نحرجش الانسه نايا، يعني مش عايزه تعرف ان انت حكيت لي عن ظروف والدتها الصحيه. انت عارف طبعا هي انسانه حساسه جدا ونفسها كبيره. ونفسها كبيره. خلاص ما تعطل هم، انا اصلا ما راح اجيب هالسيره قدامه. اتفقنا، وخلي بالك من نفسك وانت طاير. ما تخاف علي. مش انا هسافر. ميرسي. مع السلامه. ثانك يو. العفو. استاذ هشام. نعم. هو حضرتك طيارتك الساعه كام؟ بعد الظهر. طب ده لسه بدري. طب ما تتفضل اعمل لك كوبايه نسكافيه ولا حاجه. لا بصراحه ما كتير بدري يعني، انا جاي رح اوصل على الاوتيل اخد غراضي وطير على المطار. طب بعد اذنك يا استاذ هشام، ممكن تسجلي رقم تليفونك يعني استاذ كريم يحتاجه اي حاجه يعني اعرف اوصل لك. ايه اكيد. ممكن اسيبه؟ ايه ولو. ايه ده؟ ده لبناني. ما عندي غيره. او الرقم لبناني والله يخش موبايلي. والله شو بدي اقول لك يعني، الي شرف. مزداد بقى يعني مزد. ها؟ خلص ما بعتلها. يلا مشي. باي. مشي. مرسي مرسي قوي. باي. مرسي. يخرب بيتك شو مهضوم. خص عليك يا نايا. طمنيني انجي، وصل لهشام؟ يا حبيبتي وصل وكل حاجه تمام. ايه علي؟ بس انا زعلانه منك قوي. ليش يا حبيبتي؟ خلاص عليك يا نايا، مش كنت تقولي لي علشان اوضب نفسي؟ توضبي نفسك كيف يعني؟ تطلع زي القمر قوي يا نايا. في اعظم منك انت. خلاص عليك يا نايا. صباح النور. اهلا وسهلا استاذ. بس يجوا الشركاء خليهم يفوتوا. حاضر. مدام كامل باشا. تشرفنا مدام، اهلا وسهلا. تفضلي. مش معقول شو عندك رهبة بين الموظفين. كل مكان وله طريقة بالتعامل حسب حدود العلاقة ونوع الأشخاص. أكيد حسب نوع الأشخاص. يا أحلى شخص بالعالم. إحنا هون بمكان عمل. تذكرت. هلا بس يجوا الشركاء رح أعرفهم عليك يا على هنيك. مدام كامل باشا، اوكي؟ مو شاهد حاف. ما تعطلهم. منيحك؟ اشو؟ تفضل اشو.
ميرسي. ليش حتى نايا تطلب من دكتورة ندى تقول هالحكي؟ بركي عم تقول هيك لتحمي حالها. هلا يمكن اللي قالته دكتورة ندى مش كتير مقنع، بس في شغلة كتير لفتت لنظري. شو هي؟ لما نايا طلبت من دكتورة ندى تخبر عاصم ان هي عم تفكر بالانتحار، خافت دكتورة ندى انه هي عن جد تكون عم تفكر بالموضوع، فسألتها. جاوبتها نايا اذا انا عن جد كان بدي موت ومش طايقة بقى هالحياة، كنت تركت عاصم يخلص علي من زمان. طب شو في شي بهالحكي بيلفت النظر؟ لما نايا طلبت الطلاق من عاصم هددها بالقتل. ايه وبقيت معه، يعني هي عن جد خافت يعملها. ليلى لوين بدك توصلي؟ يعني لو نايا عن جد كان بدها تموت كنت تركته لعاصم خلته يقتلها. يعني نايا ما كنت حابة تموت؟ لا، ولا ممكن كمان كنت تفكر بالانتحار. لكن هيدا اللي صار. شو هيدا اللي صار؟ ما عم بخليني نام كل الليل سامية. يعني نايا انقتلت؟ ما انتحرت؟ ولا غرقت. لكن شو اللي قتلها لنايا؟ اكيد خبر جتي بالبوت، نحن افتكرناها غرقت او انتحرت، فراح كل تفكيرنا على البحر، حتى الشرطة كانت عم تفتش هونيك. والمجرم تاني نهار أخذ الجتة وخفيها بمحل ما بنعرفه. بس كلنا كنا على سطح البوت، مين بده يعملها؟ شي حدا غريب بكون عاصم متفق هو وياه. قعد فيي. لك شي سامية؟ يا علي نسيت إنك حب لي، يا عليك شو حب لي يا ليلى؟ سامية؟ وهلا لو سمحتي منا هويتك لنستكمل باقي الأوراق. شو الهوية؟ لأنك شريكي يلي إلها الحصة الأكبر بالمشروع. بس أنا موكلة الأستاذ عاصم بكل شيء، يعني هو الكل بالكل. أصلاً ما بعرف أنا مقالي عازة بيناتكم يعني كان اليوم. أنا بتشكرك على هالثقة، بس الأشياء اللي عم تطلبيها بحاجة لإجراءات قانونية، وهويتك جزء من هالإجراءات. طيب يا الله يا الله علي، نسيتها بالبيت. معلش إذا أجلنا الموضوع لبكرة. أوكي هشام، بس توسى بتخلي فادي يحكي لي ضروري ضروري على هيدا الرقم. أي خلص 100%. أنا أصلاً لو كنت بعرف رقمك من الأول كنت خليته يحكيك من تليفوني. مش مشكلة. قولي له يسلمني عليه كتير ويقول له إني مشتقت له كتير وقلبي دايب عليه، بدي أشوفه بأسرع وقت. انت ايه بدك تشوف فادي؟ انا اول ما اوصل، يعني المفروض تكون بالمستشفى باسرع وقت حتى يقدر يدفع العلاج، ولا في مشكله ما بخلوا يظهر؟ لكن خليه يحكيني من المستشفى لانه حالتي كمان بدها تحكي معه. يلا باي، توصل بالسلامه. مرسي، الله يسلمك. طيب يلا بنحكي بعدنا لكن اوكي. يلا باي باي. خبرتيه؟ ايه خالتي خبرته. ولا خبرته دهرك ما صار وقت دواء ماما؟ بلا صار وقت الدواء. بالأكل يا حبيبتي.
مش ده برضه بيت الست ام فادي؟ اه هو استني كده. مين يا نايا؟ استاذ كريم خالتي، مدير وصاحب الشركه بيشتغل فيها. اهلا وسهلا. يا اهلا يا اهلا. اهلا وسهلا. يا اهلين، انا خالتها لنايا. اهلا وسهلا، ما شاء الله زي القمر. اهلا بيك. شوفي بقى حضرتك، الورد ده عشان والدتنا نايا. سمعت ان هي بعافيه شويه، الف سلام عليها. شكرا، كلك ذوق. ليه تعذبت؟ حاجه بسيطه. ميرسي كثير، يلا رح حطهم بالفاز. تفضلي تفضلي. بالاذن. تفضلي. كيف عرفت العنوان؟ ليه سلميتوش؟ بس مفاجأة حلوة صح؟ كان المفروض تعطيني خبر. لا عشان تغير العنوان. يا أهلين، كيف بتحب تاخذ القهوة؟ لا لا مفيش داعي، متشكر أوي. طب تفضل تفضل اقعد، ليش واقف؟ تفضل. طيب أنا فايتة عند أمك سعدة شوي، بالإذن. تفضلي. أنا عطيتها الدواء. إيه طيب حبيبي. بسم الله ما شاء الله، أنت عندك عيلة كبيرة أهو. لا وليها فروع، ماما وخالتك وابن خالتك وصاحب ابن خالتك. أمال بقى إيه حكاية وحدانية دي؟ أنت ليه كنت مكتمة الحكاية دي بالشكل المريب ده؟ وهي عرفت شو اللي اختلف. عندك حق، فيش اختلاف فعلا، غير انك بتزيدي غموض وغرابة اكتر وبعدت عني اكتر واكتر. كريم انت انسان غالي غالي كتير غالي. طب لما انا غالي ليه بتعملي معايا كده؟ بيجي يوم بتعرف. انا مش عايزك تخافي طول ما انا جنبك، ما تخليش الخوف يسيطر على حياتك. المهم انت ما تهددني انك رح تبعد عني. في حد يبعد عن روحه، وحتى لو حاولت اكيد مش هقدر. انا كريم سليم خوفني، هو اللي خلاني اهرب، خفت اني اخسرك. سليم وقبله نهى. طب وانت ايه اللي خوفك في كلامهم؟ لانه ما بدي يكون بنظرهم مجرد رقم. كتير حسيت حالي صغيرة، وكتير عزت علي الدنيا لما سليم حسسني انه انا وحده من هالستات يلي انت على علاقه فيهم، وبالاخر تخليت عنهم. انا ماني نهى كريم، ومصيري مش رح يكون مثل مصيره ابدا. ما عم قلك هيك لحتى تزعل من سليم، بالعكس سليم بحبك كتير وبيحترمك، بس هو كان بس عم بفسر لي طبيعه علاقاتك وكيف انت بتفكر. انا مزعلان من سليم، لان كل كلمه قالها عنده حق فيها. لك مستحيل مرة تقول لي انت غلطان وتدافع عن حالك. لاني مش هو ده المهم، انا عارف دوافع سليم كويس وعارف ليه هو بيقول الكلام ده. سليم مهتم بيكي وبيغير عليكي، شيء طبيعي يتكلم بالاسلوب ده. بعدين تعالي هنا، انا مش قبل كده اتكلمت معاكي في الحكايه دي، ليه دلوقتي بقى بتخلقي مشكله من لا شيء؟ ممكن افهم؟ يمكن انا انانيه، يمكن بحب حالي، يمكن لاني بخاف اني بحبك. تخافي تحبيني؟ ما بدي أخسرك. طيب أو أنا ممكن أقابل الست الوالدة؟ إيه ليش لا؟ بس لحتى أشوف إذا بعدها نايمة ولا وعيت. لا لا حتى أصحي. يسلموا دهيتك يا فادي. ولو يا اختي. يا حبيبتي شو هالرجل المقدر هيدا؟ مش وقتها هلا يا خالتي. يلا ماما استاذ كريم بتعرف عليك. يلا حاضرة لبسة وحاضرة. هلا صار بدها قهوة. اهلا وسهلا فيك، شرفتنا. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا بيك. اهلا وسهلا، تفضلي يا حضرتك. شكرا. انا معك، تفضلي. ما تتعذب. ازيك، تفضلي. اهلا وسهلا. ماما استاذ كريم بيكون صاحب مدير الشركه اللي بشتغل فيها. لا يا فندم، نايا هي صاحبه الشركه واحنا كلنا بنشتغل عندها. واضح واضح كثير انك ابن حلال يا استاذ كريم. شكرا جدا يا فندم. طيب يعني
ممكن بقى حضرتك يعني انتهز الفرصه دي واطلب منك ايدي لاني سنايا. لنا الشرف يا استاذ كريم، بس الحقيقه الراي الاول والاخير لبنتي نايا. بدي اعمل لكم شربات. إيطاليا is baguette ardente. أكيد بقى طبعاً عارف أردنت يعني. طبعاً. طب يعني إيه؟ يعني نص استوى. المكرونة صح. أنت روحت إيطاليا قبل كده؟ طبعاً. مش عارف إزاي بياكلوها كده في إيطاليا. غريبة أوي. أنت ليش ما خبرتني إنك جاي تطلب إيدي؟ على القليل كنت أعطيك خبر لأمي. عشان أثبت لك إني مختلفة عن كل الستات اللي عرفتهم في حياتي. وإنك الوحيدة اللي طلبت إليها بنفسي. وإن بنتك؟ كيف تجوزتها؟ ميشيل؟ هي اللي طلبت إيدي. وحياتك هي اللي طلبت إيدي، أنا كنتش موافق بس وافقت. كنا وقتها بندرس مع بعض في الجامعة في أمريكا. آخر سنة. قدمنا شهر شهرين ونتخرج. وطبيعي طبعا كنت ارجع على مصر. هي كانت هتتجنن. عايزه تخليني اعيش معاها في امريكا. كان بالنسبه لي صعب. معيش ورق. كانش قدامها غير حل واحد. ان احنا نتجوز. اتجوزتها. عشنا مع بعض في نيويورك 5 سنين. في ال5 سنين دول خلفت بنتي نورة. بعدها والدي توفى الله. اضطريت ارجع لمصر عشان استلم الشركة. رجعت معايا هي منورة. عشنا مع بعض حوالي 3 سنين في مصر. بعد كده حبت ترجع لأمريكا. قلت لها ما ينفعش. أصرت. قلت لها خلاص لو مصممة ارجعي انت بس هتسيبي نورة في مصر. اعتقد ساعتها ان هي خلاص هتلغي الفكرة وهتعيش معنا في مصر. وفي يوم راجع من الشركة ما لقيتش حد في البيت. اخدت نورة وهربت على امريكا. لقوا بكل وقيحة سامية بيظهروا من عنده من المكتب بيرجعوا بيروحوا لعند على البيت. مش عارف كأنه راحوا لعند على البيت. لحقتهم سيارتي. لحقتيهم؟ معقول راسك؟ المنظر اللي شفته قدام عيوني هو الدليل إنه كل يلي كنت عم فكر فيه كان مزبوط. مش بس هيك خلص. الأمور بالنسبة لإلي صارت أوضح بكتير. أي دليل وأي أمور؟ الدليل يلي بقول إنه نايا ما انتحرت. نايا انقتلت. إنه في طرف ثالث كان معني بالموضوع، وهذا الطرف الثالث مش بعيد ابدا يكون له علاقه بست الحسن يلي اليوم كانت معه لمسيو عاصم. ليلى عن جد بلشت خاف عليكي. بس بعد ناقصنا اعرف شو اسمه وشو بتعمل، هذا الشيء كثير معقول يساعدنا بالتحقيق ويمكن نوصل لمحل. ساعدكم؟ انتم مين يعني؟ انا والمباحث الجنائيه شو عم اشتغل لوحده من كعقلك ساميه؟ ليلى بدك تمشي المباحث معك ومن دون دليل؟ بعد كل يلي قلت لك اياه بتقولي لي ما في دليل؟ لا انت اكيد الحبل مأثر على مخك ساميه. ليلى مش ناوي تجيبها البار. إذا خفر السواحل ما قدروا يجيبوها للبار.
انه وقفت على ليلى هلا؟ ليه يا عاصم المطرح لمطرح؟ شو طالع بقصة هلا؟ قال انه نايا ما انتحرت انقتلت. ليك ليك؟ ايه وشو رأيه فارس بالموضوع؟ فارس ما بيعرف، كل هالشي ما ورا ظهره. اف يعني ليلى ما رح تمرقها على خير، كانوا وصلوا للطلاق من ورا قصة نايا. ما هيدا اللي رح يجنني. ليلى ما بدها تقتنع انه نايا ماتت خلص. بفهمها. لما تسمعي انه حدا مات ما تشوفي جدته بتطول لحتى تقتنعي انه هو مات. بتصور هيدا اللي عم بصير مع ليلى لانه نايا كانت كتير تعني لها. ليش انا ما كانت تعني لي؟ بلا حياتي. بس انه شو؟ ليلى كانت تحس حالها مسؤولة عن نايا لانه كانت كتير معذبة مع عاصم. كانت عطول تفكر كيف بدها تحميها وكيف بدها تساعدها بس ما تعرف كيف. كلنا كنا زعلانين عليها بس شو كانت طالعة بإيدنا؟ أنا اللي أكتر شيء قاهرني إنه ما حدا منا قدر يحطه عند حده العاصم. كلنا كنا شايفين وساكتين. شو كان فينا نعمل؟ أنا ما كان طالع بإيدي بس لو كان بيحق لي أتدخل كنت قتلته. نزيه هي أول مرة بتحكي بهاي اللهجة، ما قالك بالعادة تكون بهالحدية. لأنه الظلم حرام، كيف طوعوا قلبه يضربه وهي حامل ونحنا كنا ساكتين؟ ما حدا منا جرب يحطه عند حده لهالحيوان. نزيه شو صاير لك حبيبي؟ ولا شي سامية، بس بتعملي معروف ما بقت لومايه لليلى. هي كمان حاسة بتأنيب الضمير وعم بتحاول تعوض التقصير يلي كلنا بنتحمل مسؤوليته. كلنا. تصبحي على خير. هادي يا ستي حكايتي مع الزمان. يمكن يكون أي حد بكده حكى لك الحكاية دي عني، بس أنا حبيت أحكي لك بنفسي عشان أبقى قدام الكتاب مفتوح. مش زيك، كل ما بفتح باب ألاقي في وشي باب ومتربس. وعشان حاجة تانية كمان، عشان تبقي مطمنة من ناحيتي. في ايه اللي بيضحك؟ انا كنت متخيلك بقى يعني هتعيطي ودموعك بقى وتلم علينا الناس واصعب عليكي، بتضحكي ليه؟ سوري مش قصدي، بس اول مره بشوفك عم تحكي هيك عادي. هيك عادي يعني؟ مش فاهم. هيك عادي يعني مثلك مثل كل هالناس. لا حول ولا قوه الا بالله. اعمل ايه بالظبط يعني؟ انت عايزه تجننيني يعني؟ لو انا اتكلمت زي ما بفكر تقول عليا بقى فلسف، ولو اتكلمت زي ما انت عايزه ابقى عادي مثل كل الناس. اعمل ايه؟ اعمل ايه يا ربي بس عشان ارضي القمر ده زي الحمد لله؟ يخرب بيت جمالك. تخلص على الطعمه يا ناس. قولوا لي القمر. اعمل ايه؟ وبعدين تعالي هنا. ما في المناسبات دي بيتكلموا كده. يعني هقول لك على حاجه. انا مثلا طلبت ايدك بطريقه تقليديه. بتكلم عن نفسي دلوقتي برضه بطريقه تقليديه. يعني خليتيني بايخ. بس مش مشكله. بايخ بايخ. المهم ان انا خليتك تضحكي وابتسامتك رجعت لك تاني، مع انك الصبح كنت هتلقطيني عامله زي الموناليزا بالظبط. انا موناليزا؟ ايوه موناليزا، ونفس الغموض اللي موجود في عينيها موجود في عينيك. كتر خيرك. كتر خيرك؟ يا ناس يا هو، في واحد عاقل في الدنيا يحب واحده ويتجوزها وما اعرفش عنها حاجه؟ ما ترد عليا. سوري يا جماعه، معلش معلش، انا اسف. بحبها. هعمل ايه؟ بحبها. ما لي اطلب منك انه هذا الموضوع ضل بيناتنا سر يعني؟ مش مشاعر نهى وسليم، بكفيني وجع راس. لحد امتى؟ لحد ما يصير وقت مناسب. خبر هيهز الدنيا. اصلا مجهز لنايا حته مفاجاه مش هتصدق نفسها. انجي انا مبسوط قوي بجد، مبسوط اول مره في حياتي احس ان انا مبسوط بالشكل ده. بقول لك ايه؟ هقول لك اسمعيني بس، ما تبقيش زنانه بقى. بكره الصبح عايزك تنزلي تجهزي حاجات كده هقول لك عليها،
بس مش عايز حد يعرف، وبالذات اللي اسمها نهى. انت فاهمه طبعا. اوكي اسمعيني بقى كويس. ليش سمحتي له يوصل معك لهون يا نايا؟ كل شيء كنت مستنزرته الا انه يطلب ايدي. شو بدك تعملي هلا؟ ما بعرف. من حقه عليكي انه يعرف الحقيقه. شو بدك يعني اقول له يعني؟ انه انا هربانه؟ اني ميته؟ اني اصلا ماني موجوده؟ بعدي الشر عنك يا بنتي، ما تجيبي سيره الموت على لسانك. خلص رؤيا ماما، ما قصدي اجيب سيره الموت، بس انا فعلا شفت الموت مليون مره بعيوني. بعرف يا بنتي، والله بعرف. بس يبدو هالانسان ادمي وابن حلال، ما بيستاهل يطلع مخدوع فيك يا نايم. يا ريتني ما عرفته يا ماما. قولي له الحقيقه يا بنتي. بخاف اخسر. يا بدك تخسري، يا بدك تخسري حالك يا بنتي. رح خبره. بس يا ماما دعيلي، دعيلي لله يعطيني القوه، لانه هيك قصه بدها قوه، بدها كثير قوه. يعني ضروري تفل بهالليل؟ بكره بشوفك. رح اشتاق لك من هلا. انا لازم اروح. صدقني بس يبطل يصير في كلمه لازم بقاموسك، رح تصير الحياه احلى واسهل. بتعرفي انا لازم اروح نام، لازم في امصحصح هدول شركاء، لازم اكون في عيالهم. طيب. هي صحيح بدي هويتك لازم اضيفها لبقية الورا. يلا مش معقول انتوا التجار شو بتحبوا تعقدوها. خلص اذا خايفه انه اعرف عمرك ما راح اطلع. لحظه. بتقل الألماس. يعني بدك يسمخ مال وحرير كمان؟ لا مش هيك، بس أنا بخاف على هويتي لأنه ياما ضاعت مني. بس رجعت لإيدا، وخاصة معك ما بدي ضيع بعض. لا تخافي، بالحفظ والصوم تبع حالك. تقيل للمشروب. شوفي بكرة. بكرة بشوف. اسمح لي يا دكتور، انا انجي مديرة اعمال الاستاذ كريم. في المستشفى كلموني هنا وقالوا لي ان هو عمل حادثه. الكلام ده مظبوط حضرتك؟ لسه انجي. ايوه. اخر رقم كان اتصل بيه الاستاذ الرقم بتاع حضرتك. ايوه عشان كده اتصلنا بيك. فعلا ده هو كان لسه مكلمني. هو عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله انقذناه باجوبه، ربنا ستر. الدرجه دي؟ طب ممكن اشوفه يا دكتور؟ اتفضلي يا فندم. ايوه هناي. بصي انا هقولك على حاجه بس وعديني ما تتخضيش. اوكي شوفي انجي، شوفي استاذ كريم في المستشفى. شو؟ بس هو بخير ما تقلقيش. شو صار له ليه بالمستشفى؟ عمل حادثه.
عربيته دخلت في لوري.